جزاكم الله خيرا. امرأة تقول: إنني تزوجت برجل واكتشفت أنه لا يصلي، ثم عدت إلى أهلي لأخبرهم بذلك، وأنا لا أريد أن أعود إليه، علما بأنها حامل. شيخ صالح، بماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ نوجهها بمناصحته لعله يتوب، فإن تاب تاب الله عليه وتبقى معه، وإن أصر على ترك الصلاة فلا خير لها بالرجوع إليه، وعليها بالمطالبة بالفراق والتصميم على ذلك، لأنه لا يحل لها أن تبقى مع رجل لا يصلي لأنه كافر. والله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والذي يترك الصلاة متعمدا، ولا سيما إذا تكرر ذلك منه، فإنه يكون كافرا. نعم.